مستشار الأمن القومي صرح يوم أمس وقال إحنا مسيطرين على أجواء العراق وعندنا منظومة دفاع متطورة. ما هو تعليقك؟ يعني السيد قاسم العرجي الرجل صاحب منصب وصاحب مسؤولية أمنية كبيرة ملقاة على عاتقه، وبالتالي هو يعلم جيدا أن أي تصريح يصدر منه راح يمثل الوجه الحقيقي للدولة العراقية. والرجل يعني كان الله في عون الحكومة العراقية كلها في هذه الأزمة. نعم لأنه مثل ما تفضلت الآن أنه هناك موقفين، هناك موقف شعبي وهناك موقف رسمي. الموقف الرسمي يختلف عن الموقف الشعبي. شوف العراق بثقافته بعقيدته مهما اختلفت الأنظمة السياسية التي حكمت العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة سنة 20 إلى يومنا هذا، الملكية ثم إعلان الجمهورية من عبد الكريم قاسم العبد السلام وأخوه، وبعدين حكم البعثيين، وثم ما بعد التغيير عام 2003، لم تختلف العقيدة السياسية العراقية في عدائها المعلن تجاه الكيان الصهيوني. هذا أمر ثابت لم يتغير بتغيير الأنظمة السياسية. لكن اليوم أنا أعتقد أنه تصريح السيد مستشار الأمن القومي هو لبث روح الطمأنينة لدى الشارع العراقي. هناك قلق مما يحصل في المنطقة، ومن حق الشعب العراقي أن يكون قلق حال الشعوب الأخرى. اليوم قواتنا الأمنية الجيش العراقي وغيرها في مرحلة بناء. أنت تعلم جيدا بعد انسحاب القوات الأمريكية الانسحاب الرسمي عام 2011 العراق دخل في اتفاقيات أمنية. العراق هناك اتفاقيات أمنية مشتركة مع الولايات المتحدة، وكان لزاما على الولايات المتحدة أيضا أن تطور القوات المسلحة العراقية على اعتبار أنه هناك مسؤولية أخلاقية لهذه القوات اللي هي أتت واحتلت العراق وأسقطت النظام السياسي في العراق، وبالتالي هناك مسؤولية أخلاقية ملزمة الولايات المتحدة بإعادة تكوين القوى الأمنية وإعادة بناء الجيش العراقي بالشكل الذي يجب أن يكون العراق قادر على حماية أرضه وسمعه. لكن أنا أقول لك عملية البناء لم تكتمل، والدليل على ذلك أن القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق لا زالت موجودة إلى يومنا هذا. ولا زلنا محتاجين لهذه القوات، وخير دليل في الفترة السابقة اللي مرت على العراق من خلال سقوط بعض المدن بيد التنظيمات الإرهابية. العراق احتاج الغطاء الجوي لهذه القوات سواء كانت أمريكية أو قوات تحالف. العراق الآن في مرحلة من البناء العسكري. كان واجب الولايات المتحدة أن تغطي الخلل الموجود عندنا. اليوم بالتأكيد هناك ضعف في إمكانيات الدفاع الموجودة. ليش دقيقة هنا؟ ليش أكو ضعف بالإمكانيات؟ أنت مو عندك موازنات هائلة وانفجارية؟ نعم. مو عندك فلوس؟ مو تنادي بشعارات السيادة؟ نعم. ليش يعني ليش شوف هذا الولايات الضعف؟ المتحدة ليش دائما احنا مفردة الضعف تضغى علينا؟ لا بس اسمح لي بالجانب الصحي، بالجانب التربوي، بالجانب التعليمي، بالجانب العسكري، ليش يعني؟ اريد افتهم. احنا نصدر يومية 3.5 مليون برميل نفطي، ليش بالله؟ يعني باوع منو اللي احتل العراق عام 2003؟ الامريكان. الولايات المتحدة الامريكان. طيب عندما دخلنا في صراع مع الولايات المتحدة كان من خطأ جسيم جدا أن العراق يدخل بصراع مع أكبر دولة في العالم. روسيا الدولة العظمى غير قادرة على المواجهة مع الولايات المتحدة، وهذا حقيقة مؤكدة والكل يعلمها. وبالتالي عندما دخلنا في صراع مسلح مع الأمريكان بعد 20 يوم انتهت الأمور. اليوم الأمريكان كان باستطاعتهم أن يقووا القدرات العسكرية للجيش العراقي، لكن أنا أعتقد أنه مو من صالح الولايات المتحدة مع وجود ابنة مدللة لها في المنطقة أنه تقوي القدرات العسكرية العراقية. هم يعلمون جيدا أن شخصية العراقي عندما يكون قوي سينظر إلى قضية فلسطين، سينظر إلى قضايا المنطقة، وبالتالي مو من مصلحة هذه الدول أنه يكون عراق قوي، أن يكون هناك عراق مسلح
بمنظومة عسكرية حديثة وأن تبقى أنت بحاجة إلى خدمات هذه الدول. كان باستطاعة العراق أن يتسلح بمنظومات دفاع جوي مثلا من روسيا، لكن الولايات المتحدة اللي تعتبر نفسها الراعي الرسمي للعملية السياسية بعد عام 2003 لا تسمح للعراق بأنه يأتي بمنظومات روسية أو فرنسية. عليك أن تكون دائما في هذا الفلك الأمريكي، هذا ما تسعى إلى الولايات المتحدة. أنا عندما قلت كان الله في عون الحكومة العراقية، يعني هذه كلها تحديات موجودة، هذه التحديات تشكل ضغط كبير على الحكومة العراقية. أيضا هناك جانب وجداني عاطفي شعبي موجود في العراق، هناك أيضا بعض المجاميع أيضا تستهدف المصالح الأمريكية والإسرائيلية ومصالح الكيان الغاصب، لكن في نفس الوقت الحكومة العراقية يجب أن يكون لها موقف رسمي آخر. هذه الحالة شكلت ضغط كبير اليوم على الحكومة العراقية، يعني اللي نرجو واللي نتمنى أنه هذا الضغط ما راح يأثر بالقريب العاجل بالمستقبل على السلم داخل المجتمع العراقي، ما يأثر على حالة السلام اللي نمر بيها بعد التخلص من القوى الإرهابية وغيرها. اليوم العراق بحاجة إلى السلام داخلي، بحاجة إلى مرحلة من الهدوء، لأنه أنت أمام قوة متغطرسة، أنت أمام قوة هذا